بكم من على المقهى مرة أخرى، تحديدا من محافظة الغربية هذه المرة، المحافظة التي أنجبت لنا سعد زغلول ومصطفى النحاس وغيرهم من العمالقة في هذا التاريخ الذي صنع هذا الوطن. ونحن هنا على المقهى قريبين جدا من السيد البدوي، ولا يسعنا أن نكون هنا إلا ونتحدث أيضا مع شيخ المسجد الأحمدي. في هذه الفقرة سنتحدث مع شيخ ربيع لاشين، شيخ المسجد الأحمدي، أهلا بك. أهلا وسهلا. وأيضا سنتحدث عن تاريخ الغربية مع الأستاذ سامح قاسم، رئيس القسم الثقافي، أهلا بك. أهلا وسهلا. أبدأ معك شيخ ربيع، وأنت إمام هذا المسجد لمدة سنوات كثيرة. نعم. لو تحدثنا عن بداية يعني عملك هنا في هذا المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بفضل الله عز وجل أكرمني الله تعالى بأن أكون شيخا للمسجد الأحمدي منذ 3 سنوات إن شاء الله تعالى، تقريبا يعني 2 وأشهر، وبفضل الله تعالى نقوم بأداء خطبة الجمعة وبأداء الدروس بالمسجد، ونقوم بالإفتاء لمن يأتون إلينا بالأسئلة أو بما يعن لهم من مشاكل. فبفضل الله تعالى نقوم بالأداء على خير قيام بما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ ربيع، أنت هنا منذ 3 سنوات، بمعنى أنه في 2 سنين قبل الثورة وسنة بعد الثورة. تحدثنا عن الخطبة، خطبة الجمعة. نعم. كيف تأثرت خطبة الجمعة بعد الثورة؟ ولكن أود لو نتطرق للخطبة قبل الثورة، هل كانت تمارس عليكم ضغوط معينة في الخطب؟ هو الخطبة قبل الثورة وبعدها هناك فارق كبير في حرية الأداء وحرية الكلمة وحرية التعبير. يعني يمكن كنا ننتقي الكلمات والموضوعات البعيدة جدا 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 أحيانا عن التدخل في الواقع، ونبعد كثيرا جدا عن الموضوعات التي تمس الواقع في الحياة وتمس المشاكل التي تعن للناس في مختلف النواحي ومناحي الحياة. الحمد لله بعد الثورة هناك المساحة الكبيرة جدا 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 في أن نختار الموضوعات الحية التي تخدم الأمة وتخدم الدين وتدعو الناس إلى الواقعية في التعامل في الحياة وبحرية الكلمة وبحرية الرأي. وإن كان هناك بعض الموضوعات التي تشير بها إلينا وزارة الأوقاف، يعني أحيانا بتكون هناك موضوعات لحدث ما معين أو لاحتجاج ما أو لاعتصام ما، برضو ممكن يكون هذا غائب أحيانا عن بعض الأئمة، فبيكون ده تذكرة أن خطبة الجمعة يكون عن كذا فقط، ويتركون لشيخ المسجد أو لإمام المسجد حرية الكلمة وحرية التعبير وحرية اختيار العناصر والموضوعات بحرية كاملة وبإرادة كاملة. أي الموضوعات تناقش الآن في خطب الجمعة بعد الثورة؟ يعني أثناء الثورة كنا نتكلم عن فضل الله تعالى عن تهدئة الوضع، وإن يعني خلاص الحمد لله قامت الثورة المباركة وأعطانا الله تعالى ما نريد وأزال عنا الغمة وانكشفت الحجب التي كانت قد وضعت على أعيننا وأسماعنا وقلوبنا، فانكشفت بقدرة الله تعالى وبفضل الثورة المباركة. فكنا نقوم بأداء الخطب اللي هي تخدم الواقع حين ذاك. تخدم الواقع بمعنى إيه؟ يعني هناك كثير من تهدئة الأمور، كانوا يعني يطالبون الناس بعدم الخروج على الحاكم. هل كنت على نفس الطريقة؟ لا 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 لا، مش العبارة مش كده، ولكن كنا يعني نتكلم عن إن نترك الفرصة بقى للحكام يعملون. يعني قامت الثورة وغيرت أمور كثيرة جدا. أنا بتكلم على 18 يوم، أول 18 يوم خلال الثورة. أي نعم. كيف كانت الخطبة فيه؟ لا، الخطبة كانت يعني مساعدة هؤلاء الناس والوقوف بجانبهم، لأن الحياة كانت قد توقفت، وأدركنا كثيرا جدا أن الحياة كانت مقصورة على فئة معينة في المجتمع المصري، وخلاص أصبح الناس لا حيلة لهم إلا أن يبكوا صباح مساء على ما يعتريهم من الحياة، ولا حيلة لهم إلا أن تدمع أعينهم
وتحزن قلوبهم، هكذا غاية جهدهم. أما بعد الثورة أتاحت لنا الفرصة أن نعمل، وأتاحت لنا يعني كشفت الغمة فرأينا الشمس، كنا قبلها لا نرى الشمس إطلاقا ومحظور علينا أن نراها، بعدها أصبحنا نرى الشمس وأصبحنا نرى النهار وأصبحنا نرى ما في الشمس وما في النهار من أمور، فانكشفت كثيرا جدا جدا من الحقائق. أثناء الثورة هل كان هناك خطبة معينة كان لها أثر معين على نعم اتكلمت أنا كانت خطبة الجمعة يعني أنا كان دوري في أداء الخطبة بعد الثورة مباشرة يعني في يوم 18 تقريبا تكلمت عن قامة الثورة وبفضل الله تعالى كلل الله لها النجاح والتوفيق، فتكلمت خلاص نترك الفرصة حتى يعمل العاملون ويجتهد المجتهدون وتستقر الأمور ونشوف ما وراءنا من أخطاء نصححها وما يحتاج من بناء، وكنا ندعو إلى عدم التدمير وعدم الإفساد وعدم التخريب وعدم البلطجة وعدم كذا وعدم الانسياق وراء الفتن التي تعتري البلاد، فقد تسرب الفتن. دعنا نتحدث عن الفتن. الخطب وقت الفتن كيف تكون؟ الخطب وقت الفتن ان احنا نحاول ان ندعو الناس الى عدم السعي وراء الشائعات وعدم الانجراف وراءها ايا كان نوعها، فقد تكون الشائعه شائعها عدو البلاد وهو بين صفوفنا في اثناء تلك الثوره، ولكن ليس عندنا وقت للتعرف على شخصيته، فيجب علينا جميعا أن نحسم القول وأن نعتصم ونوحد الصف ونوحد الكلمة ولا نجري وراء الشائعات ولا وراء الفتن ولا ننساق ما كنا نساق، لا لا لا، نحاول أن نتحرى وأن نتروى وأن نهدأ. نعم شيخ ربيع، نحن الآن في يعني باحة المسجد الأحمدي، ونود لو تعطينا فكرة عن هذا المسجد، هل هو فعلا أكبر مساجد جمهورية مصر العربية؟ هو مسجد السيد أحمد البدوي رضي الله عنه وارضاه بالنسبة للمسجد هو أكبر مساجد الجمهورية تقام فيه صلاة الجمعة، لأن هناك من هو أكبر منه في المساحة لكن لا تقام فيه صلاة الجمعة، لكن أكبر مسجد تقام فيه صلاة الجمعة على مستوى الجمهورية مسجد السيد أحمد البدوي رضي الله عنه وارضاه، لأنه له عمقه التاريخي وله جذوره في أعماق التاريخ، حتى عرف عنه أنه كان الأزهر الثاني في مصر لما يشع منه من نور التعليم والتدريس لطلاب العلم والمريدين من أهل التصوف ومن أهل الدين ومن أهل القرآن، فكان هو منارة وإشعاع العلم والدين والفقه وهكذا، فهو أكبر المساجد مساحة تقام فيه صلاة الجمعة وله شهرة عالمية واسعة جدا، حتى قالوا بأنه أكثر المساجد شهرة وأعظمها معرفة وأكثرها انتشارا، وسيد أحمد البدوي معروف لدى العالم أجمع، يأتي إليه الزائرون والمريدون من سائر أقطار الأرض من أمريكا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن الصين ومن الهند ومن سائر الأقطار ومن دول الخليج العربي ومن دول إفريقيا، يأتون إلينا زائرين ويتعرفون على ملامح هذا المسجد وعمقه التاريخي، وأنا أقوم بنفسي بشرح أثر مسجد سيد أحمد البدوي من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية الدينية، كل هذا أشرحه للمريدين الذين يريدون أن يتعرفوا على مال المسجد الأحمدي من أهمية. ما أهم ما يثير المريدين هنا؟ المريدين اللي هم الزائرين. ما أهم ما يثيرهم حينما يأتون إلى هنا؟ نعم. أهم شيء بيبقوا حريصين جدا جدا على الاستقامة والهدوء وقراءة الأوراد و التعامل بالأخلاق الحسنة، وليس كما يشتهر عنهم، لا لا لا، كل المريدين المحبين لآل البيت وبما فيهم سيد أحمد البدوي رضي الله عنه وارضاه أناس محترمون يعرفون للأولياء قدرهم ويعرفون للمساجد قدرهم، لأن أصل التصوف هو إشاعة روح الحب بين الناس وإشاعة روح الأخلاق الفاضلة بين الناس والعفو والصفح والحب والتواد والتراحم والاعتصام ووعد الكلمة وهكذا، فللمريد اقتداء بشيخه وللشيخ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالتصوف هو السلفية الحقة، التصوف الحقيقي هو السلفية الحقة
المقتدية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعود إليك لمزيد من التفاصيل، ولكن أنتقل إليك الآن أستاذ سامح وتلقي يعني معنا الضوء على محافظة الغربية بشكل عام والتي أنجبت كثير من الشخصيات المهمة في تاريخ مصر. محافظة الغربية هي من أجمل محافظات الدلتا ويمكن من أجمل محافظات مصر كلها. تتميز هذه المحافظة بتاريخ عريق جدا. إذا خدنا الجانب الصناعي مثلا نجد أن بها أول قلاع صناعية عرفتها مصر والمنطقة العربية كلها، فنجد مصانع النسيج في المحلة ومصانع الزيوت والصابون في كفر الزياد وطنطا. فبهذه المحافظة أكبر قلاع صناعية عرفتها مصر يعني حتى الآن. بالإضافة إلى أن هذه المحافظة شهدت أول قيام لأول جمهورية في المنطقة العربية كلها، ألا وهي جمهورية زفتة. معروف أن في ثورة 19 خرج شعب زفتة يدعم هذه الثورة، وقام بثورة خاصة به أعلن فيها استقلال هذه المدينة، مدينة زفتة. وكانت هذه الثورة بقيادة أحمد المناضل العظيم أحمد يوسف الجندي. ويمكن مركز زفتة هو هذا الموجود على حاله حتى الآن، هو مركز قيادة ثورة شعب زفتة وقتها. ونجد أن هذه المحافظة أخرجت لمصر كلها وللوطن العربي كله عظماء كبار جدا في كل المستويات. إذا أخذنا في جانب العلم نجد سميرة موسى عالمة الذرة الشهيرة جدا التي تم اغتيالها في الولايات المتحدة الأمريكية في خمسينيات القرن الماضي. هنجد أيضا أن الزعيم سعد زغلول هو ابن هذه المحافظة. نجد أيضا مصطفى كامل ابن هذه المحافظة. حتى على مستوى الأدباء والكتاب والمفكرين نجد أيضا عبد المنعم رياض، عبد الرحمن الجبرتي، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ القرضاوي، الشيخ محمود خليل كمان طبعا، الشيخ الحصري، الشيخ محمود إسماعيل، الشيخ البنا، ولك أيضا من نجوم الفن من هم؟ طبعا أظن المطرب محمد فوزي ومحمد ثروت أيضا، ومحمد ثروت وهدى سلطان. من الأدباء أيضا هنجد هناك الجبرتي كما قلنا والمؤرخ المعروف، كما أن كمان في سنة 3000 قبل الميلاد كان هناك منبسيون، وده أول من كتب تاريخ مصر القديمة باللغة اليونانية، وهو كان موجود في عهد بطليموس الأول والثاني. والكتب الثلاثة التي كتبها عن تاريخ مصر القديمة باللغة اليونانية هي التي تربى عليها الحكام من وقت الملك مينا حتى الإسكندر الأكبر. ما الذي كان موجود في هذه المحافظة في التاريخ وتتمنى ولو كان موجودا الآن من مميزات؟ هو سؤال جميل ومهم جدا، لأن هذه المحافظة بها كثير جدا من الآثار الإسلامية والمسيحية. وده يقول إنه الوحدة الوطنية في هذه المحافظة قديمة جدا، وده يخلينا نقول إنه هذه الوحدة الوطنية ستستمر، لأن هذه الآثار تؤكد أن الأقباط والمسلمين عاشوا في نسيج واحد وعلى أرض واحدة. برغم كل الفتن اللي كان فضيلة الشيخ بيتكلم عنها أنه يجب أن نتقي شرورها، أعتقد أن هذه الآثار وهذه الروح الجميلة بين عنصري الأمة ستستمر وستتغلب على كل ما نجده من فتن وما سيأتينا من فتن سواء من الداخل أو من الخارج. شكرا جزيلا أستاذ سامح. وأعود إليك شيخ ربيع، ما هي الأثر أنواع الأثر الموجود بداخل المسجد ويأتي إليه المريدين وحتى السياح من الخارج؟ نعم، هو الحمد لله رب العالمين مسجد سيد أحمد البدوي يزخر بالخير الكثير الذي لا ينتهي أبد الدهر إن شاء الله تعالى. وكما تفضل الأستاذ سامح خرج الشيخ الشعراوي والشيخ جاد الحق والشيخ الحصري والشيخ البنا والشيخ النقشبندي، كل هؤلاء الأفاضل وغيرهم تخرجوا من هذا المسجد المبارك وقرأوا فيه ودرسوا فيه. المسجد الأحمدي أول ما يزخر بأعظم مكتبة تاريخية،
هذه المكتبة بها أكثر من 6000 كتاب ومرجع في شتى العلوم والفنون، يرتدها جميع مستويات التعليم وجميع طلاب العلم من الأساتذة والدكاترة وكل طلاب ومراحل التعليم من الابتدائي حتى ما بعد الدكتوراه. نعم، ومن مقتنيات أيضا. وبعد المكتبة هذه هناك أيضا دار للإفتاء، مكتب للإفتاء. نعم. ليأتي إليه الجموع الذين يستفتون العلماء. أيضا الحمد لله يوجد بالمسجد الأحمدي أيضا أثر تاريخي عظيم بعد أثر سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه، فهو البطل الفاتح. نعم. رضي الله عنه، والمجاهد المناضل. نعم. والمحرر الأسرى، ويكفي أنه الله الله يا بدوي جاء بالأسرى تملأ طباق الأرض. نعم. موروثة ومأسورة عن هذا البطل العظيم. أنا أود أيضا أن نتطرق إلى الأثار الموجودة في الداخل، يعني المسبح سبحة موجودة، موجود موجود أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، حجر مطبوع فيه أثر أقدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي غرفة خاصة بالمقتنيات الموروثة عن سيد أحمد البدوي رضي الله عنه. الغرفة دي بها مسبحته. نعم. رضي الله عنه رضاه. عدد حباتها 1000 حبة إلا حبة، 999 حبة. طولها يعني يتقارب من 10 أمتار. كان يسبح الله عز وجل على عدد حباتها بعدد أسماء الله عز وجل المعلوم منها وغير المعلوم. نعم. بها أيضا العباءة بتاعته الشتوية. نعم. والعباءة الصيفية. نعم. أنا سنترك باقي التفاصيل للمريدين. نعم. سنترك باقي التفاصيل للمريدين الذين يأتون إلى هنا إن شاء الله. لن نقول للناس كل المقتنيات اللي الموجودة داخل المسجد، سنبقي الباقي لمن يريد أن يأتي إلى إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ ربيع العشرين شيخ المسجد الأحمدي. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك أيضا أستاذ سامح قاسم رئيس القسم الثقافي. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا بعد الفصل نلتقي من على المقهى مرة أخرى، ابقوا معنا.